Good morning, everybody. Today, we start talking about application of equation. Okay, what is the meaning of application of equation? Application of equation. We're talking about the meaning of equation. We have two sides, okay, left hand side, right hand side, between them sides equal, okay? Application means we translate, okay, English to math. Okay, we translate English to math. Before this, we must be the concept of math. The concepts of math, such as that perimeter, area, length, width, consecutive, even. Okay, طيب. The length of playground. طبعا دي عبارة عن story problem. Okay, the story problem دي الهدف منها إن إحنا بنعملها translate. واحنا بنعمل التونسليت بين ايه؟ بنحاول بقدر الامكان ان احنا نبسطها على نفسينا. ازاي؟ بيقول لي the length of playground is 3 meter. هقف لغايه هنا؟ لا، احنا لسه ما كوناش الريليشن بتاعتي. الريليشن بتاعتي بيقول تقول لي shorter than 3 times the width. وابتدي افكر فيها شويه. يعني ايه معنى الكلام بتاعي ده؟ بيقول لي من عندي playground 3 meter shorter than 3 times the width. طبعا كلنا عارفين ان يبقى البلاي جراوند ده ايه؟ ريكتانجلر شيب. اوكي، احنا كده توقعنا ان هو يبقى ايه؟ ريكتانجل، مش هيبقى سكوير، لان يبقى انا عندي لينس وعندي ويدث. ذا فيرست ثينج. اوكي، يبقى انا ايه عندي دلوقتي لما اجي اعمل السبوز بتاعي او اجي اعمل الكونسيدر، لما يبقى عندي تو ثينجز اخد السمول اوكي واجي ايه البيج بقى ابني عليه. يعني بمعنى مين اللي صغير عندي، اللينس ولا الويدث؟ طبعا اللينس bigger than او longer than width، والwidth shorter than اللينس. طب انا هنقول مثلا، اولا الاكزامبل ده نسيت اقول لكم ان هو page 21، بدل ما اقعد اكتبه، لا هو مكتوب عندك في الكتاب جاهز. انا عندي اهم حاجه انت تفهمه. انا اول حاجه عندي لازم اعمل درافت. في الدرافت ده بجمع كل النولج اللي عندي او كل الانفورميشن اللي عندي. المسألة اول حاجه ان انا عندي حاجه اسمها لينس وعندي حاجه اسمها ويدث. اوكي، طيب اللينس بالنسبه لي عامل ريليشن مع الويدث. اوكي، اللينس عامل ريليشن مع الويدث. ايه هي الريليشن بتاعته؟ قايل لي ان اللينس 3 متر شورتر زان الويدث. هل بقى اللينس هو الاكبر ولا الويدث هو الاكبر؟ طبعا احنا عارفين كلنا ان اللينس دايما بيكون مور زان ويدث. عشان كده قلت لك دايما لما يبقى عندك تو ثينجز خد السمول وكونسيدر. اهو ناخد السمول وكونسيدر ها الويدث هو اللي بايه؟ اللي باكس. يعني كل كلامنا على الايكويشن، الايكويشن يعني اكس، يعني الانون، يعني الحاجه اللي انا ببحث عنها. وي فايند ذا فاليو اوف اكس. اوكي، طيب يبقى اللينس بتاعي الريليشن بتاعتي دي اجيبها منين؟ هو بيقول لي ان الويدث ايكوال اكس، يبقى اللينس بتاعتي عباره عن ايه؟ 3 متر 3 shorter than 3 times of width. برضو احنا عايزين نعرف معنى ايه الكلام دوت. ان انا عندي playground is 3 متر اوكي shorter than 3 times in width. 3 times in width يعني 3 ايه؟ 3 widths. تمام، هل هو 3 widths بس؟ قال لا، shorter than 3 يعني كمان متاخد منه مين؟ متاخد منه مين؟ ال 3. تمام؟ يبقى 3 متر shorter than 3 times of width. يبقى 3 times من width shorter than 3 يعني متاخد subtracted 3. اوكي؟ طيب هل هي خلصت على كده؟ قال لا، the perimeter is 210. يبقى ال perimeter، يبقى انا عندي perimeter 210 ها متر. تعالوا كده نستعيد ذكرياتنا بالنسبه للبيرمتر. البيرمتر بتاع الريكتانجل عباره عن ايه؟ لينس بلس ويدث اول باي 2. اوكي؟ طيب كده انا بدات ان انا اعمل ايه؟
بنعمل relation between two hero أو two two things in Jordan. Okay. طب اللينث بتاعي يبقى ايه؟ اللينث بتاعي عبارة عن 3 width minus 3. طب هل لو انا كتبت كده ده صح؟ لا، ده المفروض ان انا بشيل كلمة width دي واحط بدلها مين؟ ال x. اوكي؟ طيب انا بالنسبة لي ها plus ال width بتاعي اللي هو الايه؟ هل هيبقى هو برضه width؟ لا، ما احنا هنشيل برضه كلمة width دي ونحط بدلها مين؟ ال x. و all by 2. طيب هل انا كده خلصت؟ لا، انا لسه ما خلصتش. انا كل اللي بعمله ده all things we translate from English to math. تاجن ده كله relation، علاقة. طب الـ relation او العلاقة دي تبقى شكلها عامل ازاي؟ اهو يبقى 3 width minus 3 plus الـ width by 2. قلنا كلمة width اللي احنا قلنا عليها x، يبقى 3 x minus 3 plus الـ x all by 2 equal كام؟ equal 210 اللي هو البيرمتر. المفروض ان احنا بنشيل كلمة بيرمتر ونحط ايه؟ 210. المفروض ان احنا بنشيلها نحط الفاليو بتاعتها. اوكي؟ يبقى المفروض ان انا عندي السايد 210 3 x. طبعا هنا هنفضي مع بعضينا اللي احنا قايلين عليها قبل كده برضه في الايكويشن هي اوردر اوف اوبريشن. المفروض ان انا هقول ايه؟ 3 x بروفيت 3 بروفيت 1 يا بروفيت 4 x minus 3 all by 2. هل هي دي كده خلصت؟ لا، لسه ما خلصتش، لسه ما خلصتش معانا، لان كده دلوقتي انا عملت ايه؟ we translate from English to math then translate math to relation. انا ترجمت دلوقتي من English math، وبعد كده بعد ما عملت الترجمه دي واحنا عاملين ترجمه ثانيه عملنا الريليشن بتاعتي. خلصنا الريليشن عملناه على شكل ايه؟ equation. طيب الايكويشن بتاعتي دي we start we must be find the value of x، يبقى 4x minus 3 by 2 المفروض ان هي دي البيرمتر، دي الفاليو بتاعت البيرمتر 210. اوكي؟ طيب الباكت الاوردر اوف اوبريشن 2 by 4 يبقى 8x minus 2 by negative 3 minus 6 equal 210. اوكي؟ ها نبتدي بقى نرجع تاني لحل للدرس بتاعنا اللي هو الايكويشن بتاعي او solving equation. هتبقى 8x equal 210 plus 6. طبعا هتبقى 8x equal 216 divided 8 divided 8. اوكي؟ طبعا كلنا عارفين ان هتبقى معانا الايه؟ باللونج ديفيجن بتاعتي هتبقى الاكس بتاعتي equal 21 divided 3 هتبقى معايا هتبقى كام؟ 216 اتبقت لي 5 56 divided 8 هتبقى 7 تبقى 27. ها المفروض ان ايه؟ متر ولا سنتيمتر؟ على حسب البروبلم اللي عندي، البروبلم اللي عندي قايل لي كله بالمتر يبقى ايه؟ 27 متر. ده مين؟ ده الاكس، الاكس نرجع لها تاني للدرافت بتاعي اللي انا قايل عليه اللي هو هيبقى مين؟ هيبقى مين؟ الويدث. يبقى اللي انا جبته ده الويدث. ان انا جبته يبقى الويدث، يبقى الويدث بتاعي بايه؟ ب 27 متر. اوكي؟ من هنا الويدث اعرف اجيب اللينث؟ ما انا الصبوز بتاعي ان هو عباره عن ايه؟ 3 multiply الويدث اللي هو 27 minus 3. طبعا احنا فاكرين المالتبلاي ده من جريد 2 3 by 7 تبقى 21 1 and carry 2 2 by 3 6 plus 2 هتبقى 881 minus 3 هتديني 70 okay 78 متر. طيب واحد تاني عايز بقى بعد ما اخلص البروبلم بتاعته كلها عايز يتاكد ان انا شغلي صح ولا لا. طيب تمام، هنعمل عمليه تشيك. تيجوا نعمل عمليه تشيك كده ونشوف. احنا قايلين البيرمتر بتاعتي عباره عن لينث بلس ويدث اول باي 2. طب مس هو لازم ان احنا نعمل تشيك؟ اعمل التشيك. التشيك دي هتعرفك ان انت مشيت الستوري بروبلم بتاعتك او الابلكيشن ده ان انت مشيته صح ولا غلط. طيب انا كده طلعت مين؟ انا طلعت اللينث بتاعي وطلعت الويدث بتاعي. طب تمام، شيل اللينث حط مين؟ 78. شيل الويدث حط مين؟ 27. اوكي؟ واعمل باي 2 دي هتبقى 7 8 15 وكاي 1
1 بلس 7 8 بلس 2 هتبقى 105 باي 2 2 باي 5 10 0 اند كي 1 2 باي 0 0 بلس 1 هتبقى 1 2 باي 1 10 تبقى 210 متر اوكي نفس الايه نفس الايه النمبر اللي كان عندي اللي هو الديمتر اوكي وبكده نكون احنا حققنا الايه ساتسفاي ذس ابلكيشن عرفنا ان احنا نعمل ترانسليشن وعرفنا نعمل ريليشن وعرفنا نجيب الفاليو بتاعت الايكويشن وعرفنا نوصل وعملنا كمان عليها تشيك ده التشيك وعلى فكره لو انتوا لاحظتوا انا كل شغلي وزود كالكوليتور وزود يوزنج كالكوليتور كله منتال كله مان اوكي اوكي سكند ابلكيشن اوكي احنا اتفقنا دلوقتي لو انا عندي تو ثينجز ريليشن بين تو ثينجز ناخد السمول والايه ونقول عليه ان هو ايه هو ده الاكس هو ده اللي انا عايزاه وبعد كده ببني عليه الريليشن بتاعت مين ذا سكند وان طيب لو انا عندي 3 ثينجز انا هعمل ايه لو عندي 3 نمبرز او 3 ريليشن او 3 نمبرز او 3 سن او 3 سيسترز او 3 دوترز دايما باخد اللي في النص او ريبيتد اوكي يعني باخد الحاجه اللي اتكررت لو في حاجه اتكررت ريليشن بين الفيرست والسكند او الثيرد والسكند يبقى انا هاخد مين السكند هو ده اللي ايه الاكس طيب لو انا عندي 3 كونسيكيوتيف things اخد اللي ايه الميدل هو ده الاكس اكس طيب عايزين نفهم اكتر في عندك بيج 23 يور بوك اوكي يور بوك بتاع بيج 23 عندك اكسرسايز نمبر 4 قلنا اتفقنا على حاجه اول ما اجيب كلمه ابلكيشن او ان انا الاقي ستور بروبلم كتير كتير قدامي كده مكتوب طبعا كلكم اول ما بتشوفوا كلام مكتوب كتير تتلخبطوا لا ما تتلخبطوش الدرافت ده هو ده اللي هيحطك على اول الطريق الصح اوكي دي ستيب مهمه جدا ليك الدرافت ده انت بتستفاد منه بتعمل الانفورميشن او كل الديتيلز اللي عندك الديتيلز اللي عندك ان انت عندك كلمه سم ان انت عندك كلمه 3 كونسيكيوتيف يعني ايه كلمه 3 كونسيكيوتيف يعني لما اقول ال1 الكونسيكيوتيف ليها 2 ال2 كونسيكيوتيف 3 طيب يبقى كلمه كونسيكيوتيف يعني ورا بعض جاست افتر اوكي طيب even numbers كلنا عارفين يعني ايه هي even numbers كلنا عارفينها اللي هي 0 2 4 6 8 اوكي وبرضه عشان نفتكر حته برضه عشان تكونوا انتوا عارفينها any number عشان اقول ان هو odd ولا even عيني دي بتروح على اليونت only اليونت هي اللي بتحدد لي النمبر كله مهما يكون اليونت هي اللي بتحدد لي even number اللي هي فيها it has 0 2 4 6 8 طيب بيقول لي ان even number دول لما اجي اعملهم summation اهو كلمه sum consecutive و even لما اجي اعملهم سميشن يديني كام؟ 966 اعمل ايه؟ اول حاجه قلت لك طالما مديك 3 نمبرز افرض الايه الميدل ده بايه؟ باكس افرض الميدل ده باكس تمام؟ كده خلصت انت اول ايه؟ اول حاجه الباقي بقى انت عايز تجيب البيفور والافتر البيفور طبعا في الايفن ايتش 2 نمبر الديفرنس ما بينهم كام؟ 2 يبقى البيفور جاست بيفور للايفن اللي هو الاكس هيبقى اكس ماينس 2 طب واللي جاست افتر هيبقى اكس بلس 2 ده طبيعي انا سمعتكم وانتوا بتقولوها برافو عليكم يعني انتوا عرفتوا دلوقتي كده ان انا عندي الميدل ده الميدل ده يبقى مين؟ اكس البيفور جاست بيفور اكس بلس اكس ماينس ايه؟ اكس ماينس 2 اللي جاست افتر ها هيبقى ايه؟ ها برافو جميل هيبقى اكس بلس 2 يبقى كده انا جبت 3 consecutive even number طب واحد سالني سؤال حلو قوي دلوقتي قال لي يا مس طب لو كان قال لي كلمه odd ما هو نفس الكلام كلمه odd هي نفسها كلمه even الايه difference between any two consecutive odd numbers but two اوكي عشان بس تبقوا عارفين واحد تاني سالني سؤال حلو قوي 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 قال لي يا مس لو قال لي 3 consecutive number وسكت لا odd ولا even هنفرض برضه x بس هنا بقى هتبقى x minus 1 واكس بلس 1 عشان نفهم تاني لو قال لي نمبرز وسكت يبقى ما حددليش ايفن ولا اود هتبقى هنا الميدل هيبقى اكس بس هنا هتبقى اكس ماينس 1 وهنا اكس بلس 1 انما لو قال لي كلمه ايفن او قال لي كلمه اود هتبقى الاكس اكس ماينس 1 اكس بلس 2 اكس بلس ماينس 2 اكس بلس 2 اوكي طيب انا كده انا فهمت السبوز بتاعي او الكونسيدر بتاعي او الافتراض بتاعي احنا فرضناها خلاص اوكي طيب السمشن اشيل كلمه سم واحط ايه؟ بلس يبقى شلت كلمه سم حطيت كلمه بلس دي الترانسليت من ايه من انجلش لايه لماس السمشن بتاعهم ده بكام بكام ب 966 تمام حلو قوي كده
بشكل عام بدأنا we start collecting equation. تمام، هنعمل ايه؟ طبعا احنا عارفين من كلمة equation ان عندي left hand side right hand side between them equal. طب انا دلوقتي زي ما خدنا قبل كده برضه في equation before this احنا عملنا ايه؟ ال x inside والnumbers in another side. طيب هنا عندي perfect x perfect x perfect x يبقى كام؟ 3x. وهنا بقى اقول لكم على السيكل بتاع الايه؟ بتاع البروبلم. لان انا لما قلت السبوز ان يكون عندي هنا x x minus 2 x plus 2 عشان دولت يروحوا ايه؟ مضيعين بعضيهم. يبقى انا دلوقتي بدل ما يبقى عندي هنا numbers وعندي ال x، لا انا خلصت دلوقتي خلصت ال numbers خلاص. شفتوا بقى ان انا كان الهدف او الايم بتاعي ان انا اقول ان انا باخد الميدل بقوله ليه اكس واعمل ريليشن هنا ريليشن للفيرست وريليشن للثيرد علشان ايه؟ علشان ان انا يخلصوا كده على بعض كده خلصوا لي على النمبر كده بقى 3 اكس ايكوال 966. بدل ما بتعامل مع انتجرز كتير لا بحاول ان انا اقلل الدنيا معايا. ديفايد 3 ديفايد 3 يبقى الاكس ايكوال هتبقى ايه؟ 9 ديفايد 3 3 2 2. ده مين؟ ده الميدل. ده مين؟ الميدل. يبقى البيفور ده السكند على فكره ده السكند نمبر. يبقى دلوقتي ده عندي ده السكند. ده السكند نمبر 322. طب الفيرست؟ الفيرست هيبقى اكس ماينس 2 اللي هي هتبقى 322 ماينس 2 اللي يطلعها لي 320. اوكي؟ طب والثيرد والثيرد 1 طبعا كلنا عارفين بقى الريليشن تبقى اكس بلس 2 اللي هي 322 بلس 2 هتديني 324. طب واحد تاني عايز يعمل تشيك اهو 2 بلس 0 2 بلس 4 6 2 بلس 2 4 بلس 2 او 3 باي 2 على طول ب 6 يبقى عندي 6 في اليوم 6 في 10 3 و 3 و 3 3 باي 3 ب 9 يبقى 966. اوكي كده عملنا تشيك كده يبقى تمام كده ان انا عرفت الايم اوف ابلكيشن اوف ايه؟ اوف اكويشن. اخر واحده ذا لاست بروبلم برضه بيج 23 ان يور بوك. اوكي ان انا لو كان عندي كلمه the price of 1 meter of wool exceeds 2 pounds then the price of 1 meter of silk. If the price of 3 meter of wool and 4 meter of silk 671. Find the price of 1 meter of each color. طبعا اول ما تلاقي انت كلام كتير مكتوب كده هتبقى نفس الكلام هترجع برضه تتكلم وتقول ايه هنعمل ايه في كل الكلام ده. قلت اول حاجه نعمل ايه؟ درفت. درفت بتاعي ان انا ايه؟ هقول ان the price of 1 meter of wool exceeds 2 pounds okay then the price of 1 meter. اوكي اوكي طيب انا لو انا بتكلم في دي ممكن نعملها هوم وورك ونتابع مع بعض على الاكونت بتاعي. اوكي وعايز اللي يوصل لها للحل بس انا عايزه اول حاجه ان احنا لازم نعرف مين اللي هفرضه باكس والشاطر فيه كله هيقول لي بقى ريليشن اللي هو يكون فين ويجيب له ريليشن بتاعتهم وفي الاخر يقول لي الوول بكام والايه والسلك بكام. اوكي اوكي ويز ماي بيست ويشز ايفريبادي ربنا ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. ايه الله.